السلام عليكم. الى جيتوا لمدينة بني ملال باش تساراو فيها وخصاتكم شي حاجه او احتاجيتوا شي حاجه بحال الحوايج ملابس او لا بغيتوا تشريو كادو للاصدقاء والاحباب ديالكم ولا بغيتوا تقداو الخضره اي حاجه احتاجيتوها، فاحسن بلاصه توجهوا لها هي هنا، اجيو للغديره الحمراء، غادي تلقاو فيها كل ما كتحتاجوا، لان فيها مجموعه كبيره ديال القصاريات والحوانات والبوتيكات، سواء الذهب النقره الملابس، المهم كل شيء. يلا معانا نضربوا فيها واحد الدويره ونكتشفوها كاملين. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على الغديره الحمراء، وما تنساوش تمشيو لعين سردون بما انكم متواجدين في مدينه بني ملال، احسن بلاصه سياحيه في المنطقه. اللي عمره ما شافها يدخل القناه، كاين فيديو خاص عليها وباش ياخذ فكره اكثر ويستمتع بالمناظر اللي فيها. وما تنساوش جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي منطقه جديده. السلام عليكم.